مرحبا يا طلاب، كيف حالكم؟ معاكم المعلمة إسراء عفيفي، معلمة رياضيات للمرحلة الابتدائية ومرشدة في اللواء الشمالي. درسنا اليوم درس هندسي للصف السادس. موضوع الدرس هو مساحة الدائرة. يلا نبدأ. ماذا سنتعلم اليوم؟ سنقوم بافتتاحية بموضوع حساب المساحة. سنجد مساحة الدائرة. سنلخص الدرس وأيضا سنقوم بمهام للتدريب ومسائل في التحدي. هيا، ماذا سنحضر للدرس؟ دفتر، قلم، وإن أردتم بعض الألوان والمعجون. هيا لنبدأ بمتعة. بنى يامن إطار لصورة من أربعة أشرطة. الشريط هو مستطيل الشكل. أطوال كل شريط هو 30 سنتيمتر بعرض 3، 30 في 3، الطول 30 والعرض 3. ما هي مساحة الصورة داخل الإطار؟ يلا سأعطيكم هذا الوقت وسأبقى معكم لنجد سوية مساحة الصورة داخل الإطار. لننتبه، هذا الإطار مبني من أربعة شرائط. مساحة كل شريط هو الشريط هو مستطيل الشكل. مساحة الشكل المستطيل هو الطول ضرب العرض. الطول ضرب العرض. أطوال الشريط هو 30 في 3، طوله 30 وعرضه 3. ممتاز. نريد أن نجد المساحة الداخلية فقط، المساحة الداخلية. وجدتموها؟ هيا نحلها معا. المساحة الداخلية لهذا المستطيل هو عبارة عن مساحة الشريط الأول هو عرضه 30، هذا عرضه طوله 30 وعرضه 3. هذا الشريط الآخر ماذا؟ طوله 30 وعرضه 3، صحيح؟ وهذا طوله 30 وعرضه 3. لنرى ما هو الطول الكلي للإطار. 30 و3 33، وهنا أيضا 33 33 33. لكي أجد المساحة الداخلية يجب أن أجد طول المستطيل أو طول المربع. لنتأكد، هنا 3 سنتيمتر وهنا 30. لكي نجد الطول داخل الإطار نحذف الثلاثة هذه والثلاثة هذه. 33 ناقص 3 ناقص 3، كم يبقى لدي؟ أحسنتم، 27، أي طول هذا الضلع هو 27. وماذا عن هذا الضلع؟ نعم نفس الطريقة، حلوها لوحدكم. هيا، الطريقة الأولى للحل. المربع الداخلي أصغر بثلاثة سنتيمتر من كل اتجاه. الاتجاه الكامل هو 33. المربع الداخلي أصغر من الاتجاه العلوي بثلاث وأصغر من الاتجاه السفلي بثلاث.
ناقص 3 ناقص 3 27، وهنا أيضا 27 27 27. نتج أن الإطار الداخلي أو المساحة الداخلية عبارة عن مربع. نعم مربع، لأنه أضلاعه متساوية 27 27 و 27 و 27، ينتج لدي مربع. ما هي مساحة المربع؟ الضلع ضرب نفسه أو الطول في العرض. 27 ضرب 27 هو 729 سنتيمتر مربع. لننتبه، المساحة نضرب أيضا الوحدات، سنتيمتر ضرب سنتيمتر هي سنتيمتر مربع. أحسنتم. ماذا تعلمنا عن الدائرة؟ ماذا ترون؟ إنها دائرة. القطعة الحمراء ماذا نسميها؟ نعم القطعة الخضراء ماذا نسميها؟ أسمعكم. أحسنتم. القطعة الليلكية ماذا نسميها؟ ممتاز. نقطة تقاطع القطعة الحمراء مع القطعة الخضراء ماذا نسميها؟ أحسنتم. هيا لنتحقق من إجاباتكم. هذه النقطة التي تتقاطع فيها القطعة الحمراء والقطعة الخضراء تسمى مركز الدائرة. القطعة الحمراء اسمها نصف القطر. القطعة الليلكية اسمها وتر. القطعة الخضراء اسمها قطر. هذه مصطلحات أساسية سنستخدمها الآن في درسنا. لننتبه أن القطر هو يصل بين نقطتين على محيط الدائرة ويمر من مركز الدائرة، ونعلم أن نصف القطر هو عبارة عن نصف القطعة الخضراء، نصف القطر. أما الوتر هو عبارة عن نقطتين على المحيط، يصل بين نقطتين على المحيط هو وتر. ممكن أن يكون الوتر أن يمر أيضا من مركز الدائرة. نعم ممكن أن يكون القطر أيضا وتر، لكن القطر هو لا يمكن أن يكون وتر. القطعة الخضراء ممكن أن تسمى قطر وأيضا وتر، أما القطعة الليلكية هي فقط وتر، لأن القطر يمر بين نقطتين على محيط الدائرة، ويصل بين نقطتين على محيط الدائرة ويمر عبر نقطة مركز الدائرة. لكي نجد ونحسب محيط الدائرة يوجد لدينا قانون. القانون هو طول قطر الدائرة ضرب باي. ما هو الباي؟ الباي قيمته 3.14 أو 3.14 جزء من 100. الباي يقترب إلى قيمة العدد 3.14 جزء من 100. فلكي نجد مساحة لكي نجد محيط الدائرة، قانونها أن نجد طول القطر ضرب باي. هذا هو قانون إيجاد محيط الدائرة. الآن اليوم سنتخصص في مساحة الدائرة. هيا سنقوم في هذه المسألة. سنتعلم الآن عن المسألة التي تفتتح لي لإيجاد مساحة الدائرة. قام أصحاب قاعدة الأفراح بطلب 3 أغطية شراشف فاخرة على شكل مربع. طول كل شرشف 2 متر. متران. أحسنتم. يا للهول، حصل خطأ في الطلبية. وصل الشرشف دائري، نصف قطره 2 متر أو متران. في البداية طلبوا 3 شراشف أو 3 أغطية مربعة الشكل، طول قطرها متران. لكن عندما أحضروا الطلبية حضر شرشف واحد دائري بطول قطر نصف قطره 2. ماذا فعلت؟ صاحبة القاعة
دانا لم تيأس وقررت أن تحاول قص أجزاء من الأغطية وتحيكو. تحيكو أي تخيط. تخيط مربعات بنفسها لتحصل على 3 مربعات كما طلبت في البداية. هل تنجح دانا في تحضير 3 شراشف كما طلبت في البداية؟ فكروا لنوضح المسألة. أصحاب القاعة ومنهم دانا طلبت 3 شراشف مربعات الشكل، طول كل مربع فيها 2 متر. طلبت 3 شراشف. عندما أحضرت الطلبية حضر شرشف واحد دائري نصف قطره متران. أرادت دانا أن تحول هذا الشرشف الدائري إلى شراشف مربع. ماذا فعلت؟ قصت هذا الشرشف الدائري وحولته إلى 3 شراشف مربع. هيا نعلم كيف، هيا نكتشف كيف حصلت ونجحت في تحضير 3 شراشف مربعة من شرشف واحد دائري. الغطاء الأول حضرته بسهولة. لننظر هنا، الدائرة الكاملة يوجد لديها مقسمة إلى مربعات، انتبهتم؟ ماذا فعلت؟ أخذت هنا الشرشف الأول من منتصف الدائرة. الشرشف الأول عبارة عن مربع طوله متران، طوله متران وعرضه متران، 2 في 2. هكذا حضرت الغطاء الأول بسهولة. لكي تحضر الغطاء الثاني ماذا فعلت؟ أخذت أقسام من الشرشف الباقية وحضرت المربع الثاني. المربع الثالث انظروا كيف حصل، يوجد لدينا نواقص، أخذت القطع وملأتها وهكذا حصلت على 3 مربعات كاملة. وماذا بقي لديها؟ بقي لديها قطعة صغيرة، أي أنها نجحت في تحويل شرشف أو غطاء دائري كامل طول نصف قطره 2 متر إلى 3 مربعات طول كل مربع 2 متر. ماذا حصل؟ الغطاء الدائري غطى وأكمل لدينا 3 مربعات وبقي القليل من القطع القماش. لذا ممكن أن نتعلم من دانا كيفية حساب مساحة الدائرة. المربع طوله 2 وعرضه 2. مساحة المربع هو الطول في العرض، 2 ضرب 2 هو 4 متر مربع. مساحة الدائرة تكفي لتغطية 3 مربعات وأكثر بقليل. لننظر، الدائرة الكاملة تكفي لتغطية 3 مربعات، مربع أول، مربع ثاني، مربع ثالث، وأجزاء صغيرة. بقي لدينا أجزاء صغيرة، 3 مربعات وأجزاء صغيرة تغطي مساحة دائرة كاملة. فمساحة الدائرة تكفي لتغطية 3 مربعات وأكثر بقليل، 3 وأكثر بقليل. لذا مساحة الدائرة تساوي مساحة مربع واحد ضرب 3، 1 2 3 وأكثر بقليل. مرة أخرى، مساحة الدائرة تساوي مساحة مربع واحد مكرر 3 مرات وأكثر بقليل. لننظر، وجد العلماء أن أكثر بقليل هذه قيمتها باي، قيمتها الباي، والباي تساوي
3 والباي تساوي 14 والباي تساوي 14. هاي الأكثر بقليل 14 جزء من 100. الباي الأكثر بقليل هي 14 جزء من 100، فالباي تساوي 3 و14 جزء من 100. الباي تساوي 3 و14 جزء من 100. لننظر، لكي نحسب مساحة الشرشف الدائري عبارة عن مساحة المربع ضرب باي. مساحة المربع هو 2 في 2، الطول في العرض. 2 في 2 هو 4. 4 ضرب باي، الباي هي 3.14. لنحسب، 2 في 2 هي مساحة المربع ضرب باي، ضرب الباي، الباي قيمتها 3.14 تقريبا. لكي نضرب عدد صحيح في عدد عشري نستطيع أن نحسبها عموديا. 3.14 أو فاصل 14 جزء بالمئة ضرب 4، هذه تعلمتموها، سنحسبها بسرعة. 4 ضرب 4 16، 4 ضرب 1 4 و1 5، ننزل الفاصل العشرية. 4 ضرب 3 هو 12، فالجواب 12.56 جزء من 100. طبعا الوحدة هي متر مربع، لأن المساحة تساوي متر، 2 متر في 2 متر هي 2 متر مربع، 4 متر مربع. نستطيع حساب مساحة الدائرة بواسطة قطر والعدد باي. القانون عبارة عن إيجاد قطر الدائرة ضرب باي. بما أنه نصف قطرها هو 2، فالقطر الكامل هو 4. 4 ضرب 3.14. سأعطيكم هذا الوقت لكي تتدربوا وتجدوا مساحة الدوائر المعطاة. ألف، احسب مساحة الدوائر المعطاة. ألف، معطى دائرة نصف قطرها 7 سنتي. ب، معطى دائرة نصف قطرها 3 سنتي. وجيم، نصف قطرها نصف دائرة كاملة قطرها الكامل 8 سنتي. سأعطيكم بعض الوقت لكي تجدوا مساحة الدوائر المعطاة. سأعود لكم في الدقيقة بعد مرور 3 دقائق. تفضلوا.
حلتوها؟ يعطيكم العافية. تعالوا نراجع مع بعض. أول شغلة، قانون إيجاد حساب دائرة، حساب مساحة الدائرة هو عبارة عن نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب باي. نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب باي. انتبهتوا شغلة؟ نصف القطر بدل ما أن أكتب نصف القطر إحنا بنستخدمها باختصار نصف القطر. فالحرف الأول من الكلمة والحرف الثاني من الكتاب نون قاف. نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب تا. تا هي نفسها الباي. الباي اللي هي تساوي 3.14 جزء من 100. بقدر إن أرمز لنصف القطر بالحرف R. R هو نصف القطر. فنصف القطر ضرب نصف القطر ضرب الباي. ماشي؟ عندنا هون بالبند ألف نصف القطر معطى معنا 7 سنتيمتر، بدي ألاقي مساحته. طبعا أنا بدي ألاقي مساحة الدائرة. عشان ألاقي مساحة الدائرة هي نصف القطر ضرب نصف القطر في باي. معطى معي نصف القطر يساوي 7. 7 سنتيمتر ضرب 7 سنتيمتر ضرب الباي 3.14 جزء من 100. يلا نحسبها مع بعض ومنها انتوا بتتأكدوا اذا حلك صحيح. 7 ضرب 7 تساوي 49. 49 سنتيمتر مربع. ليه؟ سنتيمتر في سنتيمتر هي سنتيمتر مربع. ضرب 3.14. كيف بحسبها؟ اما عموديا او عمودي. تعال نحسبها مع بعض عمودي. 3.14 جزء من 100 ضرب 49. انتبهتوا ان انا بحافظ على وجود على المنازل يكونوا تحت بعض. 9 ضرب 4 يساوي 32. 9 ضرب 4 36. 9 ضرب 1 9 زائد 3 12. 9 ضرب 3 27 و1 28 بحط 0. 4 ضرب 4 16. 4 ضرب 1 4 و1 5. 4 ضرب 3 12. شو بعمل؟ بجمع 6 زائد 0 6. 2 زائد 6 8. 8 زائد 5 13. 1 و2 و2 هي 5 و1. وين بحط الفاصل العشرية؟ بعد على يمين الفاصل العشرية عند 1 2 منازل هون في الشيء، فبعد 1 2 بحط الفاصل العشرية، فالجواب 153.86 جزء من 100. طبعا الوحدة هي سنتيمتر تربيع. اللي عنده صح يحط لنفسه صح، واللي مش خربت بأي شيء بقدر يرجع للطريقة اللي عرضناها. طلعوا كيف؟ شو جواب طلع معنا؟ 153 صحيح، 86 جزء من 100. با نصف القطر هو 3 سنتيمتر. عشان ألاقي محيط مساحة الدائرة عبارة عن القانون هو نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب باي. الباي زي ما حكينا قيمتها هي ثابتة 3.14. 3 ضرب 3 9. 9 ضرب 3.14 ضرب العمودي طلع معي 28 صحيح و 26 جزء من 100. أبدعتم. اللي عنده صح يحط لنفسه صح. بدي أرجع للبند جيم عبين ما تصلحوا حلولكو بكون أنا ما هي اللوحة. البند جيم بكلي معطى معي الدائرة الكاملة قطرها الكامل هو 8 سنتيمتر. القانون بكلي نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب الباي. طبعا الضرب عشان اني ألاقي نصف القطر عبارة عن 8 قسمة 2.
القطر الكامل 8، بقسمه إلى قسمين بنتج عندي 4، فنصف القطر يساوي 4 سنتيمتر. بدي ألاقي المساحة، المساحة بتكون لنصف القطر في نصف القطر في باي، يعني 4 ضرب 4 ضرب 3.14. 4 شو وحدتها؟ سنتيمتر، وأربعة هاي كمان سنتيمتر. 3.14 هي القيمة الثابتة للباي. عشان أحسب قيمة الضرب فبعمل 4 ضرب 4 يساوي 16 سنتيمتر تربيع، ضرب 3.14 جزء من 100، بعملها بالضرب العمودي. منها احنا بنراجع ضرب عدد صحيح في عدد عشري مع بعض، 3.14 جزء من 100 ضرب 16، 6 ضرب 4 تساوي 24، 6 ضرب 1 6 زائد 2 8، 6 ضرب 3 18. يلا بدك تحطوا الفاصلة هون، بنفع بحط صفر. 1 ضرب 4 4، 1 ضرب 1 1، 1 ضرب 3 3. طبعا بحط الفاصلة العشرية هون وبجمع 4 زائد 0 4، 8 زائد 4 12، 10 وهنا 5. طبعا بنزل الفاصلة العشرية، الجواب 50.24 جزء من 100، 50.24 جزء من 100. بدي أسألكوا شو الوحدة اللي هون بدي أحطها، وحدة القياس، بما أنه أنا عندي نصف القطر هو عبارة عن 4 سنتيمتر، فبدها تكون سنتيمتر شو؟ تربيع، صح؟ سنتيمتر تربيع، لأنه المساحة سنتيمتر تربيع. طلع نشوف الحالة المعروض هون. القطر الكامل هو 8 سنتيمتر، نصف القطر هو 4 سنتيمتر. عشان ألاقي المساحة بعمل نصف القطر في نصف القطر في باي، الباي هي القيمة الثابتة، 16 ضرب 3.14 جزء من 100 يساوي 50.24 جزء من 100 سنتيمتر تربيع. أحسنتم. سؤال بعده، في قاعة الأفراح حضروا 5 كعكات في الأسبوع، على كل كعكة طبقة كريم شوكولاتة ناعمة، فقط على الطبقة العليا بدون الجوانب. نصف قطر الكعكة هو 20 سنتيمتر، كل 1 كيلوغرام من الشوكولاتة كافية لتغطي 100 سنتيمتر مربع من الكعك، كم كيلو من كريم الشوكولاتة اللازمة لتغطية الكعك؟ بدي أعطيكم دقيقتين وبرجع لكم.
شوية حلوين، حلتوها؟ ممتاز. بدنا ننتبه للمعطيات اللي معنا بالسؤال. بقولنا في البداية أنه كل كعكة، هنا طبعا الكعكات متطابقة، كل كعكة نصف قطرها 20 سنتيمتر. هاي الكعكة الأولى، هذا نصف القطر 20 سنتيمتر. احنا في عنا 5 كعكات، عنا 5 كعكات. بقولنا كمان معطى معنا بالسؤال أنه كل 1 كيلوغرام من الشوكولاتة بغطي 100 سنتيمتر مربع من الكعك. في البداية بدي ألاقي إيش؟ أول شغلة مساحة الدائرة. الدائرة الكاملة معطى معي أنه نصف قطرها 20. شو قانون مساحة الدائرة؟ معطى معك بالشاشة، عبارة عن نصف القطر في نصف القطر في باي. نصف القطر هو 20، طبعا الضرب عبارة عن الإشارة اللي انتو بتعرفوها وتعلمتوها، 20 ضرب 20 ضرب 3 و14 جزء من 100. 20 ضرب 20، 2 ضرب 2 4، مع الصفرين 400، ضرب 3.14. 400 ضرب 3 و14 جزء من 100 بحلها بالطريقة الأفقية حاليا، بخب الصفرين وبعمل 4 في 4 16، 4 في 1 4 زائد 1 5، 4 في 3 12. ننتبه شغلة، الأربعة هي ضرب 100، 4 ضرب 100. إذا أنا بضرب عدد 10 في 100 بحرك الفاصل للعشرية إلى اليمين منزلتين، فهون الفاصل العشرية تكون هون. شو جوابها؟ 1256 سنتيمتر مربع. هي شو؟ مساحة الدائرة الواحدة أو مساحة الكعكة. مساحة الكعكة. طيب أنا كم كعكة في عندي؟ 5 كعكات، صح؟ يعني مساحة الوحدة هي 1256 سنتيمتر مربع، 5 كعكات. طلعوا شو بنعمل. هذا الحل عبارة عن زي ما حسبناها 1256. المرحلة الأولى حسبنا نصف القطر في نصف القطر في باي، نصف القطر في نصف القطر 400، ضرب 3.14. حلتها بالطريقة الأفقية، انتبهتوا للطريقة الأفقية؟ 4 ضرب 4 16، 4 ضرب 1 4 وباليد 1 5، 4 ضرب 3 12. بما أنه ضرب 100 فبضرب الفاصل، بضرب العدد العشري في 100، بحرك الفاصل العشرية منزلتين إلى اليمين. إسا بما أنه أنا عند الكعكة الواحدة هي مساحتها 1256، بدي ألاقي مساحة 5 كعكات. شو بعمل؟ 5 مرات 1256، يعني 5. المرحلة الثانية هون، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي 5 مرات 1256. 5 مرات 1256 بتكون نحسبها بالطريقة الأفقية. يلا، 5 ضرب 6 هي 30، 5 ضرب 5 25، زائد 3 28، 5 ضرب 2 10، زائد 2 14، 5 ضرب 1 5 زائد 1 6. شو تلاقي معي الجواب؟ 6000. 5 ضرب 2 10 زائد 2 12، 5 ضرب 1 5 زائد 1 6. شو جواب طلع معي؟ 6280 سنتيمتر مربع. سنتيمتر مربع هي ايش؟ مساحة الخمس كعكات. مساحة الخمس كعكات. قل لي، بدي ارجع للمسألة افرجيكم شغلة. قال لي أنه كل 1 كيلوغرام من الشوكولاتة تغطي 100 سنتيمتر مربع. طب أنا عندي المساحة للخمس كعكات هن 6280 سنتيمتر،
بدي أقسمها على كم؟ على 100 سنتيمتر مربع عشان أحسب قد المساحة الكاملة. بعمل 6000 المرحلة الثالثة جيم 6280 قسمة 100. كيف بحسبها أنا هاي؟ 6280 هو عدد صحيح، عشان أقسمه على 100 بحرك 6280 الفاصل العشرية هنا والأجزاء من 10 هي صفر، بدي أقسمها على 100 بحرك الفاصل العشرية إلى اليسار منزلتين 1 2، وبتصير النقطة هون. شو جواب بيكون؟ 62 صحيح و 8 أجزاء من 10 أو 80 جزء من 100. تعالوا نفحص الحل. إياها المرحلة الخامسة، بدي أقسم 6280 بدي أقسمها على 100، فبصير أنا عندي 1 2، فالجواب هو 62 صحيح و 80 جزء من 100. فالمرحلة الثالثة عشان احنا نلاقيها بدنا نعرف المساحة الكلية للخمس كعكات، بدي أقسمها على 100 صح؟ ممتاز. فكنا المساحة الكلية عبارة عن 6280 سنتيمتر مربع. أنا بعرف وحكينا أنه هنا أنه كل 1 كيلوغرام من الشوكولاتة بغطي لي 100 سنتيمتر مربع. المساحة الكلية للخمس كعكات هن 6280 سنتيمتر مربع. عشان أعرف قد إيه بتكفي لازم إني أقسم. طبعاً بدي ألاقي عملية القسمة. عملية القسمة بقسم 6280 قسمة 100 هو 62 صحيح و 80 جزء من 100. طبعاً أنا بقدر أقرأها 62 صحيح و 8 أجزاء من 10. فأنا بحتاج، شايفين الجواب؟ أنا بحتاج لأغطي كل الكعكات ل 62 جرام و 80 جزء من 100 كيلوغرام لأني أغطي الكعكات الخمسة. هنا انتبهتوا؟ 62 صحيح و 80% من كيلوغرام كريم الشوكولاتة. ننهي ونلخص. تعلمنا سابقا واليوم كمان أنه حساب مساحة الدائرة عبارة عن نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب الباي. حكينا أنه الباي هي قيمتها ثابتة 3.14 جزء من 100 تساوي قيمة الباي. مثال: معطى دائرة نصف قطرها 5 سنتيمتر. تعالوا نحسب مع بعض حساب مساحة هاي الدائرة. القانون بيقول لي نصف القطر في نصف القطر في باي. 5 ضرب 5 ضرب القيمة الثابتة اللي هي 3.14 جزء من 100. 5 ضرب 5 يساوي 25 ضرب 3.14 بطلع مع الجواب 78.5. هاي مساحة الدائرة. هذا المعطى رح نستخدمه بالسؤال التالي. انتبهوا، في قرية تم إنشاء دوار كبير للعروض يبلغ قطر الدوار 200 متر. بداخل الدوار تم بناء منصة قطرها 5 متر. ما هو مساحة الدوار؟ ما هي مساحة وجه المنصة؟ جيم: مسموح في الدوار 4 أشخاص، وجود 4 أشخاص لكل متر مربع. ما هي المساحة أو الكمية القصوى للأشخاص الذين يستطيعون أن يتواجدوا في نفس الدوار في داخل الدوار في نفس الوقت؟ سأعطيكم دقيقتين وأعود إليكم.
يعطيك العافية. احنا بنعرف عشان نحل مسألة كلامية بدي ألاقي وسيلة اللي تسهل علي الفهم. أنا بقدر إني أرسم. يلا نرسم مع بعض. في قرية تم إنشاء دوار كبير. هذا دوار كبير يبلغ قطر الدوار 200 متر. القطر هو 200 متر. في داخل الدوار تم بناء منصة. بنوا منصة دائرية قطرها 5. هي بيضاوية، أنا بدي منصة دائرية. هاي المنصة قطرها عبارة عن 5 متر. بسألني بالأول ما هي مساحة الدوار؟ الدوار الكامل شو مساحته؟ بستخدم القانون. مساحة الدوار هي عبارة عن نصف القطر ضرب نصف القطر ضرب الباي. القطر الكامل عبارة عن 200. هاي طبعا المساحة. 200 قسمة 2 يساوي 100. فمية هي عبارة عن نصف القطر. 100 ضرب 100 ضرب 3.14 هي البعد القيمة الثابتة للباي. 3.14 ضرب 100 بحركها الفاصلة منزلتين وبضيف كمان صفرين فتساوي القيمة 31,400 متر مربع. هي مساحة كل الدوار. سألني بقى ما هي مساحة وجه المنصة؟ هاي المنصة بدي ألاقي مساحة وجهها. قطرها للمنصة هو 5 متر. عشان ألاقي مساحتها إجبار إن ألاقي نصف قطرها. نصف قطر نصف قطر المنصة هو 2.5 متر. صح؟ برافو. فوجه المنصة هو نصف القطر في نصف القطر في باي. يعني 2.5 ضرب 2.5 ضرب 3.14. كيف بحسبها؟ 2.5 ضرب 2.5 عبارة عن، تعال نحسبها حسب الكسور العادية. 5 على 2 ضرب 5 على 2 هي 2.5 ضرب 3.14. 5 ضرب 5 25 على 4. 25 على 4 ضرب 3.14. ال 25 على 4 عبارة عن 4 وربع. صح؟ 25 على 4 6 وربع. فهذا القيمة 25 على 4 تساوي 6 وربع ضرب 3.14. 3 و14 جزء من 100. عشان أضرب عدد 10 في عدد 10 بعملها بالصورة العمودية. تفضلوا. بدي أمحى هون نحلها مع بعض. 6 وربع اللي هي نفسها 25 جزء من 100 ضرب 3 و14 جزء من 100. 4 ضرب 5 20. 4 ضرب 2 8 و2 10. 4 ضرب 6 24 1 25. بضيف الصفر. 1 ضرب 5 5. 1 ضرب 2 2. 1 ضرب 6 6. بضيف صفرين. 1 2. 3 ضرب 5 15. 3 ضرب 2 6. 1 7. 3 ضرب 6 18. بجمع 0 5 12 16. وين بحط الفاصل العشرية؟ بعد على يمين الفاصل العشرية كم من منزلي؟ 1 2. هون كم من منزلي؟ 1 2. 1 2 3 4. بعد 1 2 3 4 وبضع الفاصل العشرية. شو الجواب طلع؟ 19 صحيح و 6250 جزء من 10,000. هاي ايش؟ مساحة الدوار، مساحة المنصة. هاي مساحة المنصة. هاي المساحة الكلية لكل الدائرة وجدناها قبل، وهي اسا مساحة المنصة. حكينا مسموح في الدوار تواجد كل 4 أشخاص بكل متر مربع. 4 أشخاص كل داخل متر مربع هو 4 أشخاص.
مساحة كل الدائرة، مساحة كل الدوار حكينا أنها عبارة عن 31400 متر مربع، ومساحة المنصة هي 19.652 جزء من 10000 متر مربع. عشان أعرف بداخل الدوار كل واحد متر مربع بتواجد عندي 4 أشخاص، كيف بدي أعرف كم من شخص بقدر يتواجد داخل الدوار بدون المنصة؟ هون بدون المنصة شو بعمل؟ مساحة الدوار الكامل ناقص مساحة المنصة بضلل المساحة الأشخاص بقدروا يوقفوا فيها على قسمي 4. نحلها مع بعض. مساحة كل الدوار هي 31400 متر مربع، هي مساحة الدوار، ناقص بدي اطرح منها مساحة المنصة. مساحة المنصة هي 19.625 متر مربع، بطرح العددين 19000 طبعا فاصل 10. هون حاصل الطرح، هذا حاصل الطرح، حاصل الطرح بقسمه على 4. ليه؟ لكل واحد متر مربع بقدر يوقف عندي 4 أشخاص. لضيق الوقت انتوا بيكون تحسبوا لي عدد صحيح ناقص عدد 10 قد ايه بحصل عليه، وبعدين بقسم النتيجة على 4. يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.